نقول لكم المقابله كانت شويه صعيبه، كانت حساسه لانه الظروف في المحتل اولمبيك خريف ديال المرتبه اللي ما كتشرفهمش، وانا من هذا المنبر تنقول بانه اولمبيك خريف ديال خصهم يحاولوا هذا الفريق هذا يتجمعوا ويجمعوا شي. المقابله كانت ما كانش شويه سهله لانه كانت حساسه، حنا كان لازم نلزم علينا اننا خصنا نجيو نقدموا واحد المقابله، لانه ما يمكنش ننتصر في واحد المقابله الا ما لعبتيش مزيان. الشوط الاول كان شويه صعيب من الطرفين، كان الشوط متوسط، كل فريق كان كيحتاط باش ما تسجلش عليه اهداف. يعني الشوط الثاني كان عندنا واحد النظره اخرى، لانه حسينا بانه فريق اولمبيك خريبكا كان متخوف، لانه نظرا للمرتبه اللي محتلها ونظرا حتى يعني اللاعبين يمكن او لا الطاقم التقني يعني ما كانوش مهيئين نفسانيا لهذه المقابله، لانه كان تخوف لانه المرتبه اللي محتلين ما كانوش لاعبين بواحد، كان الضغط عليهم وكان هذه. حاولنا نتكلموا مع اللاعبين ونقول بانه المقابله لازم نحسموها 45 دقيقه تاع الشوط الثاني، لانه تبين لنا بانه اللاعبين كانوا يرجعوا اللور تيلعبوا دفاع وقليل فين كانوا كيمشيو. اذا كان ملزوم علينا باش نحاولوا نخلقوا فرص باش نحاولوا نسجلوا اهداف. اظن بانه حنا كان ملزوم علينا باش نقوموا بمقابله جيده باش ننتصروا باش نرضيو الجمهور ديالنا ونرضيو حتى المسؤولين والعائله الوداديه، لانه فريق الوداد ما انتصرش منذ تقريبا شهر ديسمبر 2013 تقريبا ثلاثه اشهر ونصف. يلا انتصرنا في المقابله اللي مع اسي، والمقابله الثانيه هذه اللي انتصرنا فيها تعادلنا مع الفتح الرباطي لانه محتل واحد المراتب اللي هي في الامام. اظن المقابله اللي نهزنا مع فريق تطوان كنا مستعدين لها، ولكن تنظن بانه حتى الطريقه والعقليه كان شويه متاثره، لانه اللاعبين كان متاثر عليهم المقابلات. يعني تقريبا واحد كما قلت لك ملي كتشوف ثلاث شهور ونص الفريق ما كينتصرش فتتكون شويه صعيبه باش اللاعبين يرجعوا للمستوى. حنا تنهيئوا الفريق على حسب الامكانيات وعلى حسب لي بيس ميتريس هما اللعابه اللي عندنا، تنحاولوا نسترجعوا لهم ديك الثقه باش يلعبوا مقابلات ويكونوا في حسن ظن الجمهور ديالنا. اظن بانه المقابله كانت شويه صعيبه، انتصرنا، ولكن الانتصار اللي انتصرنا كان شويه نظرا للمقابله، لانه كما قلت لكم اولمبيك خريبكا كاين حتى لواحد المرتبه اللي ما كتشرفش. اظن بانه المقابله لعبنا الشوط الثاني اللي لعبناه مزيان وحاولنا ننتصروا هذه المقابله. سي الشريف ما كتشوفوش بان انا من ضمن العوامل المشجعه والاناره داخل الملعب استاذ، يعني كانت واحد العامل مشجع اللي ساعدك الوداد باش تسجل الاصابه، كيفاش شفتوا الاناره والملعب؟ الاناره بالنسبه لنا احنا عامه على جميع الفرق، لانه كل فريق الا خص يكون عنده الملعب فيه الاناره. ماشي هذا هو يعني المشكل، واش المشكل اولمبيك خريف راح يلعبوا بالليل غادي يكون الاناره غادي يكون الماتش الاول ماشي بحال الماتش بحال الميطه الاولى ماشي بحال الميطه الثانيه. وكما قلت لك الشوط الاول كان كل فريق تيحتار، حتى فريق ما بغى تسجل عليه هدف، كان كل فريق تيحاول ما يتسجلش عليه ويحاول يلعب بواحد الطريقه اللي يمكن له في اي فرصه يمكن له يسجل هدف. طموح الوداد هو نصلحوا الفريق، اصلاح الفريق. ما نقولش انا بحال عباد الله نديو الشامبيونا ولا كوب دي موند ولا كوب تاع البرتقايز، هذه راه امور اللي خاويه. طموح تاع الوداد اي فريق عنده طموح باش يفوز، تتخصك تفوز بثلاثه نقاط مقابله، لانه البطوله باقي كاين سبعه مقابلات ولا ثمانيه. حتى واحد حتى مدرب ولا حتى مسؤول ولا حتى اي فريق ما كيكرهش انه يفوز بالبطوله او يلعب ادوار طرائعيه، ولكن خصك الامكانيات ديالها، خصك اللعابه ديالها، خصك هذا الناس كلها، لانه ماشي غير اللاعب اللي كيلعب او المدرب اللي هذيك. انا راه الانتصار ماشي انا اللي خلقته بوحدي، راه تنظر بانه العائله الوداديه فيها مسؤولين وفيها محبين وفيها لعابه وفيها اداره ستاف تكنيك وفيها ستاف ميديكال، كل شيء كيقوم بالواجب ديالو كتجي كتربح المقابله. انا بالنسبه ليا انا كنت عام مدرب وكنعطي التعليمات، فالمجهود الجبار هو اللعابه هما اللي قاموا به.
واللعابة هاد الانتصار اللعابة هما اللي انتصروا، اللعابة هما اللي قابوا مجهودات وكاش عليهم الفضل بهذا الانتصار. انتم كيفاش داير الوداد دابا من بعد الاحداث ديال كيداير الوداد دابا؟ واش باش الدور الاحداث راه كتكون لجميع الفرق العالميه ماشي غير المغربيه الاحداث على حنا اليوم المعنويات المعنويات راه شوف اذا المعنويات الا ما كانوش هاد المسؤولين قادرين ولا الطاقم تقني حنا راه حضرنا باش نرجعوا ديك المعنويات تلعب. اذا اشنو الدور ديالنا اذا ما حاولناش نكونوا وراء هاد اللاعبين نحميوهم ونوعيهم ونشحنوهم لانه خصك لابد ما تكون وراء اللعابه كتحميهم وكتعاونهم وكترجع لهم ديك الثقه وملي واخا يلعبوا كاع خايبين خصك تكون انت من موراهم باش تشجعوا باش يوصلوا للاهداف. ما يمكنش اللاعب يكون لاعب خايب وتجي انت وغادي تحاول تبونيارديه من لورنو سي با لو مومون. خصك دائما تعاونو وتتوعيه وتتشحنو وتتشجعو وتتدي باش كيكون عنده حتى هو داك التحدي ويكون عنده طموح باش يوصل للنتائج. والنتائج ما كيجيوش بالزربه، النتائج كيجي بالعمل الجماعي. يعني العمل الجماعي راه هو اللي كيدير هذا النتيجه والانتصار. سي شريف هاني ان انتصار اليوم انتم مقبلين على مقابله لكم والطاقم والمحبين الجميع والجميع انتم مقبلين على مقابله كيعرفها الجميع ديربي. واش كاين شي برنامج كاين شي تجمع مغلق اشنو سطرتي مع الاداره الان حيت راه من دابا الى غتبدا تدوي على الرجاء الاسبوع لا تصنت اليوم راه كاع الفرق جات المقابله شوف تصنت استاذ كاع الفرق بحال بحال الفرق كلها في المغرب بحال بحال خصها تحترم كلها من اللي محتل المرتبه الاخرى ولا الاولى. ما كاينش شي فريق قوي كيكون قوي على الجمهور ديالو وكاين فريق اللي باش يكون دير ليه عنده خاص دير ليه عنده خاص كنوجدو بحالنا بحال جميع الفرق ما يكونش نوجدو عاديين الا نبداو من دابا نقولوا الديربي ونقولوا هكا ونقولوا هكا اذا غنخويو الدار نخويو هذا الدار راه خص العقليه خص غادي تلعب ديربي ولا هذا عادي مقابله تاع ثلاثه النقط وفيها انتصار ماشي فينال تاع كوب دي مون تاع كاس العالم ولا هذه مقابله شحال تاع الديربيات تلعبوا بزاف تيخرجوا الانسان سالات المباراه كاين فيه منتصر ولا منهزم ولا حنا اللي كنطلبوا هو دوز المقابله في جو رياضي كاين شي نداء من جمهور الوداد ها كاين شي نداء من عندك الجمهور الوداد اللي حنا ملي جيناش كنقول حنا من ملي خرجت من داري وانا تنقول النداء على الجمهور الوداد ديالنا. جمهور الوداد شوف نقول لكم على حاجه حيت باش ما نرجعوش نقولوا جمهور الوداد خايب او لا هذه جمهور الوداد كان ديما تيبغي الفريق ديالو يكون في القمه تيبغي الفريق ديالو يكون كيمثل يلعب الكره مزيانه وينتصر هذا حق مشروع لاي جمهور في اي مدينه كل مدينه عندها فرقه ديالها على اليوم لعبنا مع اولمبيك خليفه على جمهور ديالنا ما باغيش فرقهم تربح راه باغي فرقهم تربح اذا اي جمهور كيبغي يساند الفريق ديالو تيبغي الفريق ديالو ينتصر هذا حق مشروع. كاين اصداء كتقول بان حق الجمهور غادي قاطع الجمهور الوداد غادي قاطع الديربي ما يكونش زعما عليكم تشكل عليكم واحد ما تصدقش هذه تاع قاطع هذه تيقولها شي حد اللي في الشارع باش تطلق الدعايه باش نيت هذه ما تنظنش العائله الوداديه دائما كتكون وراء الفريق ديالها واكثريه في لي ديربي ما يمكنش غادي تقول لي بانه الجمهور الودادي غادي يقول بانه الفريق ديالو ما حضرش هذا مستحيل هذه هضره تاع ما عرفناش شكون مولاه ونعد من الخارج هو اللي رسمي هو ستلعب المقابله باش تنتصر وتتهيئ لها بواحد الكيفيه طريقه لان الفرق ما تتكونش بحال بحال كل فريق حتى تتهيئ ليه بالطريقه اللي هو بالاسلوب اللي كيلعب اذا الفرق كتختلف في اللعب ديالها وفي الطريقه تاع اللعب ديالها وكل مدرب عنده طريقته حتى مدرب ما تتحكر لان المدربين كاع اللي كاينين في المغرب راه كل واحد كيعرف كيفاش كيهيئ الفريق ديالو كيفاش كيلعب اذا حنا بالنسبه لنا غادي نهيئوا الاسبوع عادي بحال جميع الفرق يعني بحال كتلعب مع غتلعب مع اسفي ولا غتلعب مع اكادير ولا غتلعب مع اخرين كاع ولا غتلعب مع اي فريق تتهيئ الاسبوع كامل بواحد الطريقه لان التهيئه راه ما كيكونش ماشي غتلعب مع